الآن مع عرض توضيحي للأستاذ مصطفى حسن مدير تسويق المنتجات فرصنا. مساء الخير، أنا اسمي مصطفى حسن، برودكت ماركتينج مانجر في شركة بشر سوفت. النهاردة حابب أكلمكم على كونسبت مهم جدا عندنا في الشركة، هو empowering by connecting. ببساطة احنا عندنا بنفكر ان انا علشان يكون ليا تأثير وعلشان اقدر اساعد ناس اكتر واوصل لعدد اكبر من الناس، لازم ادور على المؤسسات والهيئات اللي بتشاركني نفس الرؤية ونفس الاهداف. احسن ما كل واحد يشتغل في جزيرة لوحده ويبتدي يحاول ان هو يعمل تأثير ايجابي، لما نشتغل مع بعض التأثير هيكون اكبر بكتير. بس قبل ما ابدا واتكلم، حابب كده اسالكم، كم حد من اللي في القاعه سمع عن وظف قبل كده؟ لو سمعتوا عن وظف ارفعوا ايديكم. اوكي طيب تمام. احنا النهارده مش هنتكلم عن وظف خالص، احنا هنتكلم عن فرصنا. فرصنا هو موقع للوظائف عملته نفس الشركه اللي عملت وظف قبل كده. الفكره ببساطه ان احنا بنحاول نوصل الناس اللي بتدور على وظائف بالشركات، بندي فرصة للشركات انها تعلن عن الوظائف اللي موجودة عندها وتحط التفاصيل بتاعة الوظائف، ومن ناحية تانية الباحثين عن العمل بيسجلوا بياناتهم وبيبدأوا رحلة البحث عن وظائف. طيب احنا بنساعد مين؟ احنا بنساعد اصحاب اليقاطة الزرقاء او البلو كولرز، الفنيين والعمال والصنايعية. كمان بنساعد الباحثين عن العمل، اصحاب المؤهلات العليا اللي بيدوروا على وظائف باللغة العربية. وعشان عارفين ان مش كل الناس ممكن تستخدم الانترنت، يعني باي ذا واي انا واحد من الميلينيالز اللي كنا بنتكلم عنهم. احنا اللي بنستخدم التكنولوجيا علشان نحل مشكلات كتيره، ومن فاست جروينج كومبانيز زي امازون وجوجل وغيرها. فعشان عارفين ان لسه في مصر مش كله بيقدر يستخدم التكنولوجي بشكل سريع وسهل، وكمان عشان عايزين نوصل لمناطق زي الصعيد والارياف وغيرها، موجود عندنا كول سنتر. الكول سنتر ده احنا بنتصل بيه في اي وقت، بيساعدني اسجل بياناتي بالظبط كاني داخل اونلاين. في 3 سنين احنا قدرنا نوصل لمليون و500 الف باحث عن العمل بمختلف المؤهلات والخبرات. كمان ساعدنا اكتر من 10,000 شركه بمختلف احجامهم ان هم يعلنوا عن الوظائف اللي موجوده عندهم. بس اهم رقم عندنا هو الرقم اللي جاي، ان احنا قدرنا نوصل 80,000 شخص بيدور على وظائف بوظيفه مناسبه ليه. ده بينقلنا لنقطة مهمة، هو empowering by connecting تاني. لما دخلنا في ملف التوظيف اكتشفنا ان في مشاكل كتير قوي غير مشكلة التوصيل، زي مثلا التوعية، وزي الكواليتي بتاعة الجوب سيكر، ان شركات كتير كانت بتعاني من فكرة الكفاءة، فكرة ان انا مش لاقي العامل اللي يقدر يشتغل عندي ويستمر. فبدأنا ندور على مين الناس اللي موجودة في الماركت وبتشتغل معانا على نفس الأهداف، زي مثلا منظمة العمل الدولية. منظمة العمل الدولية بتعمل كونتنت عظيم ليه علاقة بالتوعية. اشتغلنا معاهم على كامبين ليه علاقة بفيديوز اسمها صنعة في دقيقة. اشتغلوا على صناعات معينة زي مثلا الكرساجي والمنجد، بدأت الناس لما تتفرج تعرف أصول الصنعة دي. طب لو أنا عايز أشتغل في الصنعة دي أعمل إيه؟ وإيه التدرج الوظيفي اللي بشتغل عليه؟ استخدمنا الأسيتس بتاعتنا في فرصنا وبدأنا نساعدهم إن الفيديوهات دي توصل لأكبر عدد من الناس. ناس ثانية اشتغلنا معاهم هم جي اي زد وبنك المهارات وناس اكاديمي. التلاتة دول اهم حاجة بيشتغلوا عليها هو رفع كفاءة العامل، بيدوهم كورسات وبيدوهم تدريب. انا باخده بعد ما بيخلص التدريب بتاعه وبديله بادج عندي على فرصنا عشان اقدر اوصله بالشركات بشكل اسرع واكبر. بس واحدة من اهم المبادرات اللي اشتغلنا عليها من السنة اللي فاتت وبالتحديد في شهر ديسمبر 2017 هي مبادرتنا مع مصر الخير. المبادرة مع مصر الخير كانت لخدمة القادرون باختلاف. القادرون باختلاف هو الترم الجديد اللي متفق عليه من اليو ان لأصحاب الإعاقات أو ذوي الإعاقة. بس قبل ما نبتدي كده في تفاصيل المبادرة ونشتغل على إيه، حد عارف نسبة القادرون باختلاف في مصر وفقا لآخر تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؟ أنا هقول أرقام ولما يعني تستقروا على رقم قولوا لي، 5%؟ 6%؟ 10%؟ كام؟ 10%؟ 11؟ 15؟ أنا هقول لكم 10.67%. طيب أكتر محافظة فيها قادرون باختلاف هي المنيا، تليها القاهرة وبعدين أسيوط. نرجع تاني لمصر الخير. اللي عارف مصر الخير كويس عارف إن فيها 5 قطاعات أساسية. واحد من أهم القطاعات دي هو مناحي الحياة.
مناحي الحياة بيشتغل على تدريب وتأهيل للقادرون باختلاف، وبيحاول يخلق لهم فرص عمل مناسبة علشان يبقى عندهم دخل ثابت. كلمتنا دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة وقالت لنا انتوا كفرصنا عندكم داتا بيز للشركات وبتقدروا تساعدوا الناس اللي بتدور على شغل. احنا عندنا القادرون باختلاف موجودين، بنعمل لهم تدريب وبنعمل لهم تأهيل، ازاي نقدر نشتغل مع بعض؟ فبدأنا نفكر وقررنا ان احنا في خلال اسبوعين لازم نشتغل مع مصر الخير على البروجكت ده. عملنا ايه؟ طيب معلش، عملنا ايه معاهم؟ اول خطوة عملناها ان احنا بدأنا نعدل جوه الموقع عندنا ان الشخص الباحث عن العمل اللي بيسجل على فرصنا يقدر دلوقتي يقول انا بنتمي للقادرون باختلاف، ودي نوع الاعاقه اللي عندي سواء كانت اعاقه حركيه او بصريه او سمعيه او غيرها من انواع الاعاقات المختلفه. الحاجه الثانيه اللي عملناها ان الشركات لما بتعلن عن الوظائف اللي عندها بتقدر تحط ان انا دلوقتي بستقبل القادرون باختلاف بانواع الاعاقات دي، ومن هنا بدا الماتشنج يشتغل. حاجة مهمة عن فرصنا هو ان انا بقدم الخدمة بشكل مجاني تماما لكل الباحثين عن العمل، بس للشركات عشان تعلن عن الوظائف عندها انا محتاج اكسب فبيشترك. بس في المبادرة بتاعتنا مع مصر الخير كان الشركات بتعلن عن وظائف القادرون باختلاف بشكل مجاني تماما، وده لان احنا مؤمنين ان لازم يكون لينا دور لدعمهم وتوفير فرص عمل اكتر. فلو انا عندي حساب على شركه على موقع فرصنا بدخل وبعلن عن وظائف القادرون باختلاف بشكل مجاني، لو ما عنديش حساب بتصل على 19916 بيتعمل لي حساب فورا وبيبتدي يساعدوني ان انا اعلن عن الوظائف القادرون باختلاف. وصلنا لايه مع مصر الخير من ساعه ما بدانا؟ احنا شجعنا اكتر من 820 شركه انها تعلن عن وظائف خاصه بالقادرون باختلاف، اعلنوا عن 14000 وظيفه، اتعمل عليهم 100,000 طلب تقديم من 10,000 باحث عن العمل، واخيرا حتى الان احنا ساعدنا 1500 شخص ان هم يلاقوا فرصه عمل مناسبه بمختلف المجالات اللي بيدوروا فيها. احنا موجودين ليه النهارده؟ موجودين عشان حاجه بسيطه جدا، احنا ما كانش ممكن نوصل لاي حاجه من دول من غير شريك قوي ومؤثر زي مصر الخير، عنده هدف بيشاركنا بنفس الرؤيه وعايز يدعم حد فعلا. من الحاجات اللي اشتغلنا عليها بس لسه ما كناش حطيناها في البرزنتيشن هي بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تكافل وكرامة. حاجة أخيرة مهمة، لو انت عايز تعمل تأثير فعلا احنا محتاجين نشتغل مع بعض كهيئات كحكومات كمؤسسات، علشان لو كل واحد اشتغل في جزيرة لوحده لا يمكن يبقى في نفس التأثير زي ما نشتغل مع بعض. لو اي حد شايف ان في مبادره ممكن فرصنا تساعد فيها احنا موجودين النهارده معاكم في بوث لينا بره، وانا موجود واحب جدا ان احنا نشارككم في اي مشروع عندكم وان احنا مع بعض نعمل تاثير اكتر وتاثير ايجابي. بشكركم جدا واتمنى ما اكونش طولت عليكم. شكرا.